Selamünaleyküm. Vahid isten selase arba hamse sitte seba. Bunni kahverengi verdi pembe. Selamünaleyküm hocam. Sizi, öğretmenlerimi, arkadaşlarımı ve bol Arapça öğrenmenlerimizi çok özledim. Tez vakitte kavuşmak duasıyla. Renklerle başlıyorum. Ebyam. Benefseci. Asfar. Ramadi. Daru. Estahtenuhu ve vahidu. لوني المفضل ازرق الازرق الحاسب Merhaba Aydın hocam. Bugün sayılar ve renkleri size ezbere söyleyeceğim. İlk önce sayılarla başlayacağım. Vahid, isna, selase, erba, hamse, sitte, seba, semaniye, tisa, aşira. Şimdi renklere geçeceğim. Ahmar kırmızı, asfar sarı, ahtar yeşil. Haşera. Ezrak mavi, ahmar kırmızı, ahtar yeşil, ebyat beyaz, benefseci mor, burdugali turuncu, başka bir asfar sarı, başka bir sayılar: vahid 1, isnad 2, selase 3, erba 4, hamse 5, sitte 6, Seba 7, Semaniye 8, Tisa 9, Aşer 10. Renkler: ahmar kırmızı, ahtar yeşil, asfar sarı, ezrak mavi, bunni kahverengi, verdi pembe, esmet siyah, ebyat beyaz. Selamünaleyküm Aynur hocam. Sizin istediğiniz ödevden ilk önce sayıları sayacağım. Vahid, isneyn, selase, erba, hamse, sitte, seba, sebaniye, tis'a, aşara. Ahmar kırmızı, ahtar yeşil, ezrak mavi, asfar sarı, esvet siyah, ebyat beyaz, bunni kahverengi, verdi pembe, benefseci mor, ramadi gri, portugali turuncu. Selamünaleyküm Aynur hocam ve arkadaşlarım. Sizleri çok özledim. En kısa zamanda sağlık ve sıhhatle görüşmek üzere. Aydın mübarek. Küllü amin ve entüm. Hel ente zeybu ila ceddi külüyor. La cadde fi Mekke'te el mükerreme el en hüve yehuccu. İnşallah yercü bis selame. Aydın mübarek. Külli amin ve entüm bihayr. İlahi netesek. Uvessalli gıdaaten minellahmi ile cariin. Azdebehtüm. Nam salleyna salatel eydi ve zebehnel harife fi hadigatel menzil. Nahnu zebehna iclen sagir. İlâ eydün mübârekün. Külli amin ve entüm bihayr. İlâ eyne tezhebu? وصل قطعة من اللحم إلى جارنا. هل ذبحتم؟ نعم. صلينا صلاة العيد وذبحنا الخروف في حديقة المنزل. نحن ذبحنا عجلا صغيرا. إلى أين تذهب بملابس قطعة إلى جارنا. هل ذبحتم؟ نعم صلينا صلاة العيد ذبحنا الخروف في حديقة المنزل. نحن ذبحنا العجل الصغير. هل إلى أين تذهب بملابس العيد التي تلبسها؟ أنا ذاهب. آمين وأنتم بخير. إلى أين تذهب؟ أغسل قطعة من اللحم جارنا. هل ذبحتم؟ نعم صلينا صلاة العيد ذبحنا خروف في حديقة المنزل. نحن ذبحنا عجلا صغير. إلى أين تذهب بملابس التي تلبسها؟ أنا ذاهب إلى بيت عمي، هم في انتظاري.
نعم زيارة الأقرباء واجب. هل أنت؟ نعم زيارة الأقرباء واجبة. هل أنت ذاهب إلى جدك اليوم؟ لا، جدي في مكة المكرمة، هو الآن هو يرجع. إن شاء الله يرجع بالسلامة. حريم أيضا مبارك، مروان كل آمين وأنتم بخير. حريم إلى أين تذهب؟ إلى أين تذهب مروان؟ أرسلوا قطة من اللحم إلى جار. حريم هل ذهبت؟ مروان نعم صليت صلاة العيد وذهب حرف في حديقة المنزل. حريم نحن ذبحنا إجلاً دائماً قضاءة من اللحم إلى جرين. هل ذبحتم؟ نعم صلينا صلاة الغيادة وذبحنا حروف في حديقة المنزل. نحن ذبحنا إجلاً صغير. إلى أين تذهب بملابس الغيادة تلبسه؟ إلى أنا ذهبتم إلى بيت أمي، هم في انتظار. نعم الغارف بابا. هل أنت ذاهب إلى جدك اليوم؟ لا، جدي في مكة المكرمة إلى هو يهج. أنا شاء الله يرجو بالسلامات. عيد مبارك، كل عام أنت بخير. هل أين تذهب؟ أرسلت قطة من الأدم الكارن. هل ذبحتم؟ نعم صلينا صلاة أيضا وذبحنا الحرفة في حديقة المنزل. نحن ذبحنا يجو صغير. الأين تذهب بملابس عيد عيد مبارك؟ ميران كل عام وأنتم بخير. حسن إلى أين تذهب؟ ميران أرسل قطعة من اللحم إلى جار. حسن هل ذبحتم؟ ميران نعم صلينا صلاة العيد وذبحنا حرف في حديقة المنزل. حسن نحن ذبحنا عجلة صغير. ميران إلى أين تذهب ملابس العيد لتلبسه؟ حسن أنا ذاهب إلى بيت أمهم في انتظار. ميران نعم زيارة الأقرباء الواجب. حسن هل ذبحنا جدك اليوم؟ ميران لا، جدي في مكة المكرمة الآن هو يهج. حسن إن شاء الله يرجع بالسلامة. عيد مبارك، كل عام وأنتم بخير. إلى أين تذهب؟ أرسل قطعة من اللحم إلى جاري. هل ذبحتم؟ نعم صلينا صلاة العيد وذبحنا الغرفة في حديقة المنزل. نحن ذبحنا عجلة صغيرة. لا، جدي في حديقة في مكة المكرمة أنا هو يهج. إن شاء الله يرجع بالسلامة. عيد مبارك، كل عام وأنتم بخير. إلى أين تذهب؟ وصل خداي من اللحم إلى جاري. هل ذبحتم؟ نعم صلينا صلاة العيد ذبحنا خروف في حديقة منزل. نحن ذبحنا عجلا صغير. إلى أين تذهب بملابس العيد لاتي تذهب؟ أسماء عيسما سبوكة. اسمي موسى. أنا من فرنسا من أين أنتم؟ أنا من كندا. حسن أنا سعيد، سعد أخي سعد في المكتبة. السلام عليكم يا سعيد. وعليكم السلام يا حسن. أنا سعد أخي سعيد في المختبر. هذه مشكلة، كيف عرفت
كيف أعرف رجلي سانك ودهلي أصبح في أذني افتح فمك أمسك أسنانك أمسك أنفي وأمسك صدري أمسك رقبة وبطني افتح عيني يمنى وأقلق عينه يسرى. مدرسة المدرسة. لا 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 أنا أحب المدرسة. كم الساعة الآن؟ الساعة السادسة. استيهاز هل الفجر جاهز يا أمي؟ نعم الفجر جاهز. هل صليت الفجر؟ الحمد لله صليت الفجر. الأداة الغرفة. مدرسة. شكرا يا أستاذ. فنحن لا نعرف مدرسة. نحن الآن في الدور الأرضي. هذه هي صفوف وهذه هي مكتبة. وهذا هو. السلام عليكم أستاذتي. المتن جاهز إن شاء الله. أقرأ إليك. أحمد استيقظ. المدرسة. لا أنا أحب النوم. كم الساعة الآن؟ الساعة الآن السادسة. استيقظ. يستيقظ أحمد وبعدها هل الفطور جاهز؟ الأم مدرسة. لا أنا أحب النوم. كم الساعة الآن؟ الساعة الآن السادسة. استيقظ. أبي. الفطور جاهز يا أمي؟ نعم، الفطور جاهز. هل صليت الفجر؟ أبي. الحمد لله صليت الفجر. أعددت الحطيبة ولبست الملابس المدرسة. أين أبو؟ أبي. هو في غرفة الطعام يتناول الفطور. السلام عليكم يا أبي. أبي. وعليكم السلام يا أحمد. أبي. تفضل الفطور. السلام عليكم يا صابر. السلام عليكم يا حسن. أنا سعيد. أهلا سعيد في مكتبة. السلام عليكم يا سعيد. السلام عليكم يا حسن. أنا سعيد. أخي صعد في مختبر. هذه مشكلة. كيف أعرف صعدا وكيف أعرف صعدا؟ عرفت الفرق بين صعد وصعد. صعد شعر طويل. صعد. أحمد استيقظ. المدرسة. لا أنا أحب النوم. كم الساعة الآن؟ الساعة الآن السادس. استيقظ. هل الفطور جاهز يا أمي؟ نعم الفطور جاهز. هل صليت الفجر؟ الحمد لله صليت الفجر وعددت. أنا من فرنسا. من أين أنت؟ من كندا. ماذا تفعل هنا في لندن؟ حضرت لزيارة أخي. هو يدرس في لندن. حضرت لزيارة خالي. هو يعمل هنا. لندن مدينة جميلة. بارز أجمل من لندن. خير صباح النور. اسمي إيسا. ما اسمك؟ اسمي موسى. أنا من فرنسا. من أين أنت؟ أنا من كندا. ماذا تفعل في لندن؟ حضرت لزيارة أخي. حضرت لزيارة أخي. هو يدرس في لندن. حضرت لزيارة الدرج. أين أنت؟ تذكرت الآن. وضعته في الحقيبة. هذا هو المفتاح. الحمد لله وجدته. أمي أين أمي؟ أمي في مطبخ. تريد تعمل غداء. أنا سأتك
أنا سأتأكل أمي هيا سأتأكل أنا سأتأكل اللحم وأنا سأتأكل البصل اللحم أنا سأتأكل اللذيذة أنا سأتأكل الشاي القهوة أنا سأتأكل هواء اللذيذة أنا سأتأكل ماء البحر. أمي أمي أين أمي؟ أمي في مطبخ تريد طعام غدائي. هيا نساعدها هيا نساعد أمي. وأنا سأقطع اللحم وأنا سأقطع البصل وبطاطس وأنا بسم الله الرحمن الرحيم. Aynur hocam selamünaleyküm. Bugün vermiş olduğunuz ödevi yapıyorum. Videoyu çekeceğim. İnşallah beğenirsiniz. Arapça kitabının 10. sayfasındaki diyalogları ezberledim ben. Şimdi hemen başlayayım. Sabahul hayr. Sabahul nur. İsmi İsa. İsa. Ma ismuke? İsmi Musa. Ene min Fransa. Min eyne ente? Ene min Kanada. ماذا تفعل هنا في لندن؟ حضرت لزيارة خالي هو يعمل هنا. لندن مدينة جميلة. باريس أجمل من لندن. صباح الخير. صباح النور. اسمي عيسى. ما اسمك؟ اسمي موسى. أنا من فرنسا. من أين أنت؟ أنا من كندا. ماذا تفعل هنا في لندن؟ حضرت لزيارة أخي هو يدرس من فرنسا. حضرت لزيارة خالي هو يعمل هنا. لندن مدينة جميل. باريس أجمل من لندن. Sabahın hayr, sabahın nur. İsmi İsa. Ma ismuke? İsmi Musa. Ene min Fransa. Min eyne ente? Ene min Kanada. Maza tefalu huna fi Lendin? Hazartu li ziyareti ehi hüve yedrusu fi Lendin? Hazartu li ziyareti haya? El cisim. Haza yed. Haza riclun. Haza aynu. Haza uzuni. Haza sadr, haza bıtni, haza istbağı, haza yedi yev, haza yedi yusra. Maselame. Sabahün hayr. Sabahün nur. İsmi Yunus. Min eğlence diyecektim ya. Baştan al. İsmi Yunus. Ma ismuke? İsmi Musa. أنا من فرنسا. من أين أنت؟ أنا من كندا. ماذا تفعل هنا في لندن؟ هو يدرس في لندن. هو يعمل هنا. لندن مدينة جميلة. باريس أجمل في لندن. وبيتنا. كيف حالك يا أحمد؟ الحمد لله. أنا بحال الآن ستهوج. متى ستهوج إلى مستشفى؟ سأهوج غدا إن شاء الله. أحمد استيقظ. المدرسة. كم الساعة الآن؟ السلام عليكم. لي أسرتي كبيرة من 8 أفراد. أبي أمي وثلاثة إخوات وثلاثة أهوات. أنا أكبر الأهوات. عمري 10 سنوات. وندى أصغر الإخوة عمره. وفاة في الغيبة. هذا هو مفتاح. الحمد لله وجئته. عيد مبارك. كل عام وأنتم بخير. إلى أين تسم؟ وسلا غايد ملهن إلى جرني. هل زبطتم؟ نعم صلينا صلاة العيد وزبحنا الحرف لغاد قتل منزل.
نحن صباحنا إجلة لا عيلة كسر وسلك تعتمنا لهم إلى جرين هل زبحتم؟ نعم صلينا صلاة العيد وزبحتم الخروف في قديقة المنزل نحن زبحنا وهذه صيدلانيتي نشتري منه الدواء وهذه هي المكتبة التي نشتري منها إقلام ودفتري وهذا مطعمنا فرا إنذي نتجول فيه العشاء السلام عليكم hocam bugün sizin verdiğiniz ödevi yerine getiriyorum başlıyorum Eyne miftah ve dahtulu ala el mektep ve hüve hal ve dahtulu tahta el Sabahul hayr, sabahul nur, ismi İsa, ma ismuke, ismi Musa, enemin Fransa, mineynente, enemin Kanada, ma tefa'lu لندن الذي حضرت لزيارة أخي يدرس هنا حضرت لزيارة